مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. اليوم فيديو جديد من سلسلة أبسطها لك في دقيقة هندسية. اليوم راح نحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع الكل بيتعرض له، هو انه ايش مراحل التصميم المر فيها البروجكت from A to Z، من لما يبلش البروجكت لحد ما يتم تسليم هذا البروجكت بمراحله كلها، سواء الابيض منها او الاسود، المنيح منها او العاطل، الخوازيق اللي بتاكلها وانت قاعد تشتغل، سواء كنت كلاينت او كنت مهندس او كنت حدا وسيط بهذا البروجكت. خلينا نشوف ايش اللي بصير معنا في البروجكت. مرحبا جميعا، انا جاسر مصطفى، مهندس معماري، بشتغل في مجال التصميم والاستشارات الهندسيه. اليوم بدنا نحكي عن موضوع التصميم، كيف يمشي البروجكت from A to Z. طبعا عشان يمشي اي بروجكت لازم اول شيء توفر عمليه النيه عند المالك انه يعمل هذا البروجكت. الشغله الثانيه انه يكون موجود عنده البادجت انه يشتغل بهذا البروجكت، اختيار كونسلتنت راح تشتغل على هذا المشروع، وبتبدا بعدين مرحلة المشروع. طبعا قبل ما تتم طرح الاعطاء بتنطرح بروجكت بريف، بعد هيك بيبدا عملية البدء في المشروع، من عملية المناقشات والنيغوشيشنز لا توصل لانهم يوقعوا عقد المشروع او ال LOA، وبعدين الكيك اوف ميتنج اللي بتبدا على اساسها المشروع وبيبدا الشغل بهذا المشروع. طبعا ونس اتوقع العقد الكل عرف انه هو اكل خازوق، وهون تبدا ردة الفعل العكسية او الحربية من جميع الاطراف، لحتى انه الكل بده يكسب الاشي اللي في صالحه واللي في صالح البروجكت. بعض المرات يعني انه الكونسلتنت بده يصمم احسن تصميم، الكلاينت بده ياخذ احسن بنفيتس من البروجكت، التيم بده يشتغل بانسب طريقة بتناسبه، والى اخره.